لا بتفضل. بس بقول لك ايه؟ الاداء ده عشان تعرف بس يا ابني ده انا اقتنعت. طلع حمام دلوقتي واكلمك تاني. ماشي ماشي. اخبارك ايه؟ كويس. اشمعنى بتتمرن كل يوم؟ تغيير. اهم حاجه يكون التغيير للاحسن. اكيد للاحسن. الو ازيك؟ عن اذنك يا ترى مين فيكم اللي متنيل؟ مالك يا نادي؟ ولا حاجه. ليه؟ تصدقي لسه كنت هسألها نفس السؤال، خدتيه من على طرف لساني. هو ايه؟ هو في ايه؟ انتوا عاملين ايه؟ تمام. ايه؟ انا كمان تمام. ايه ده؟ في ايه؟ يعني عادي. بيس يعني. بيس؟ هاي. هلا منتي يا عمزه. دي المهندسه اللي عملت المطبخ. اهلا وسهلا. حلو قوي الشغل. تعالى اعرفك على ناديه. ناديه مساء الخير. مهندسه دينا اللي عامله لنا الديكور الحلو ده. اهلا. هاي دينا. عامله ايه؟ مدام فريده. هاي. هاي. ايه يا رب يكون المكان عجبكم. لطيف. طيب انجوي. ثانك يو. عن اذنكم يحيى. يا حبيبتي. هو انت اللي عزمت المهندسه النهارده؟ لا اكيد رمزي هو اللي عزم. رمزي؟ اوكي. هو انت اللي عزمت الحيزونه؟ لا والله. هتلاقيه يحيى بس عادي يعني. اليوم هيعدي وخلاص. في ايه؟ ماشي يا رمزي بنشوف. ايه يا ناديه مالك؟ ايه مالي؟ في ايه؟ ما انا كويسه اهو. مالكم كلكم عمالين تسالوني مالك مالك؟ انا خدتهم خمسات. انا واقف بره اهو. استنى. طيب باي باي. هكلمك بعدين. باي. بقول لك ايه؟ ايوه. هو انت صاحبت او في حد يعني بتتكلم معاه الفتره دي؟ ده ايه السؤال الغريب ده؟ سؤال عادي. انت مالك انت؟ انا صاحبت ولا لا؟ لا اصل انت لو عملت كده يا علي هتثبت لي بجد ان انا اللي في دماغي طلع صح. هو بعيدا عن ان انا عملت كده ولا لا، بعد اللي انت عملتيه انا ما يفرقليش انت صح ولا غلط. بس انا يفرقلي. عن اذنك يا روح. مم.